بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. ويوم يا اصدقائي راح اشرح لكم مهمات الاسبوع الرابع للموسم 21 او السيزون 21. فقبل ما نبدا المقطع يا شباب، اتمنى من عندكم تخلون لايك للمقطع، واللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات. فما اطول عليكم بالمقدمة، خلوكم مع المقطع. اوكي اصدقائي، طبعا قبل ما ابدا بشرح المهمات، طبعا شرح المهمات هذه مهمات الاسبوع الرابع راح اشرحها للناس اللي انفتح عندها اليوم الاسبوع الرابع. طبعا اكو حسابات الاسبوع الرابع انفتح عندها قبل اسبوع، ولكن بهذا الاسبوع اكو حسابات ايضا راح ينفتح عندها مهمات الاسبوع الرابع، فهذا الشرح لهم. وقبل ما ابدا بالشرح يا اصدقائي، مسابقه الشعبيه الفائزين بالموسم بالاسبوع الماضي، هاي اسماهم على الشاشه، ذولا ثلاث فائزين موجودين، وراح اشحن لهم شدات ان شاء الله بنهايه المقطع. اذا حبيت تشارك مسابقه الشعبيه، الايد راح يكون ظاهر على الشاشه، وبالتصنيف الاسبوعي اول ثلاثه راح يحصلون كل واحد منهم على 340 شده. فما طول عليكم يا اصدقائي، خلوكم مع الشرح. فما طول عليكم بالمقدمة يا اصدقائي، نروح هنا على الار بي، وبعدين نروح على المهام. ومثل ما تشوفون يا اصدقائي مهمات الاسبوع الرابع، فاول مهمة من مهمات الاسبوع الرابع يا اصدقائي يقول لك التقط معادل خلال 15 من المباريات في الوضع الكلاسيكي. طبعا المعادل راح يطلع لكم بوسط الشاشة، لازم تاخذه بـ 15 مباراة 15 معادل، وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهم اللي بعد يا صديقي يقول لك اقتل 2 من الاعداء خلال 60 من الثواني من الهبوط في الوضع الكلاسيكي. هنا طلبها من عندك بالوضع الكلاسيكي، تقدر تسويها بالوضع المصنف ووضع الغير مصنف. هنا لازم تنزل مناطق حامية مثل البوشينكي المطار، فعندنا المود الجديد اللي موجود اللي هي مود الخيال، تنزل بهذه مناطق الخيال راح تلقى هواية لاعبين، تقدر تقتل 2 اعداء خلال 60 ثواني او اي خلال دقيقة واحدة، وتكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك قابلة للتكرار للاسبوع الرابع والخامس، امضي 100 من الدقائق في المباراة. هنا على كل 100 دقيقة تلعبها داخل الجيم راح يعطيك 75 نقطة ارمي. انت من تنزل جيم كلاسيكي سواء كان مصنف او غير مصنف راح نحسب عندك دقائق، مثلا 30 دقيقة اومتيت يصير هنا عندك 30 من 100، من يصير 100% راح يعطيك 75 نقطة ارمي، وتقدر تكرر هذه العملية 6 مرات. هنا كاتب لك 0 من 6. المهم اللي بعده يا صديقي يقول لك اقتل 14 من الاعداء باستخدام بنادق الرشاشة في رينجل في الوضع الكلاسيكي. طبعا تقتل 14 اعداء ببنادق الرشاشة. بنادق الرشاشة اللي يقصد بها يا اصدقائي هي نفسها بنادق الاس ام جي، اللي هي اليوزي، اليو ام بي، الفيكتور، توميغان، البايسون، والام بي 5. طبعا هذه كلها هي البنادق الرشاشه وبنادق الاس ام جي بصوره عامه، تروح بايرنجل او اي ما بيعجبك بالوضع الكلاسيكي سواء كان مصنف او غير مصنف، وتقتل 14 اعداء، وراح تكمل وياكم هذه المهمه ان شاء الله. المهمه اللي بعد يا صديقي يقول لك احتل مركزا ضمن افضل 3 مع الاصدقاء 3 من المرات في الوضع الكلاسيكي. طبعا هذه المهمه لازم يكون وياك اصدقائك اللي موجودين وياك داخل اللعبه، على الاقل يكون واحد واحد من الاصدقاء وياك داخل الجيم، وتاخذون الاول او الثاني او الثالث، وتكررون هذه العمليه بثلاث مرات، يعني ثلاث ايام تاخذون بها الاول او الثاني او الثالث، وراح تكمل وياكم هذه المهمه ان شاء الله. المهمه اللي بعد يا صديقي يقول لك اقضي على اللاعبين باستخدام مقلاه لعدد 2 من المرات ضمن فريق بالوضع الكلاسيكي. هنا لازم تلعب دو او سكواد، ولازم تقتل اللاعب باي سلاح رش عندك، بس من تجي تفنشه لازم تفنشه بالطاوة، تفنش 2 بالطاوة، وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك امنح او اعد اهداء بي بي لعشرة من الاصدقاء المختلفين. طبعا هنا البي بي اللي هي العملات الذهبية، تريد ترسلها هنا مثلا تروح هنا على الاصدقاء وتدوس هنا تضغط هنا تسوي ارسال، تمام، او تسوي هذا البي بي، تمام. هسه احنا رسلنا الواحد، وهنا نرسل 2، تمام، وهنا نرسل 3، ما يصير عندي هوايه. وبنفس الوقت تقدر هنا تسويها من تجي هنا على الرسائل، طبعا هنا عندك الاصدقاء اللي راسلك هي العمل البي بي، شوفوا راسي اسوي جمع وارسال، تمام، سوي جمع وارسال، او ترسل لاي واحد، يعني ترسل كل شخص من هنا تجي هنا وترسل له اللي هي البي بي. طبعا هنا من بين هنا رسلت له
مثلا هنا تمام، شوف هنا طالع مبين عندنا، ترسل له هيك وتسوي هذه المهمه ان شاء الله وتخلص وياك بدون مشاكل. طالب من عندك تخلص 10 تمام، 10 من المرات وراح تكمل وياكم هذه المهمه ان شاء الله. يقول لك 10 من الاصدقاء المختلفين وتكمل وياكم هذه المهمه، مثل ما تشوفون صارت عندنا 1 من 10. المهمه اللي بعد يا صديقي يقول لك اقضي على ما يزيد 14 من الاعداء او من اللاعبين في مباراه واحده في وضع الساحه. هنا من تلعب وضع الساحه اللي هي مباراه الفرق المميته المستودع، لازم تقتل اكثر من 14 عدو، يعني مطلوب من عندك تقتل 15 اعداء بمباراه واحده في وضع الساحه اللي هو مباراه الفرق المميته اللي هو المستودع. لازم يجيب 15 كل وتكمل وياكم هذه المباراه، هذه المهمه ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك التقط خوذة القوات الروسية المستوى 3 خلال 8 من المباريات في الوضع الكلاسيكي. هنا الخوذة اللي هي خوذة مستوى 3 اللي هي خوذة ليفل 3 متواجدة دائما باللوت هواية، خصوصا بالفيكو ايضا متواجدة بالدروبات. كل مباراة راح تحصل عليها مرة واحدة تمام، يعني 8 مباريات 8 خوذة ليفل 3 وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقتل 2 من الاعداء باستخدام مسدس في اي وضع. ما دام هو طالبه من عندك باي وضع تقدر تسويه بالوضع الكلاسيكي عادي، وتقدر تسويه بوضع الساحة تجي هنا على العتاد وهنا تجهز مسدس وتقتل 2 من الاعداء بالمسدس بالمستودع وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. تقدر تسويها بالمستودع، تقدر تسويها بالمباراة الكلاسيكي عادي سواء كان مصنف او غير مصنف تمام. المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اكمل 12 من المباراة في اي وضع لعب. هنا باي وضع تريد تلعب مود المستودع 8 ضد 8 وضع الواو، اي مود تلعب هنا داخل اللعبة تلعب 12 مباراة راح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. المهمة الاخيرة ويانا يا اصدقائي اللي هي دمر 12 اطار مركبة في الوضع الكلاسيكي. هنا السيارات مو تفجر السيارة، لا فجر عجلات السيارة، اضرب على عجلات السيارة لازم تدمر 12 عجلة او 12 تاير او 12 اطار السيارة 12 مرة وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله. طبعا هذه هي مهمات الاسبوع الرابع. اذا كان عندك اي سؤال او اي استفسار اكتب لي بالتعليقات او تراسلني على قناة التليجرام الموجود رابطها بالوصف.